التسامح ما يعني إن لك رغبة في الوصل، ولا يعني تجديد العهد وبقاء الأشخاص. التسامح يعني أن تترفع بشموخ وتترك شعور رد الإساءة، أن تسمح برحيل الحقد وتطوي الصفحة براحة بال. التسامح مو بضعف، الشخص اللي سامح يقدر يعيش بسلام. يا هلا ومسهلا في وش بخاطرك. اليوم نتكلم حنا وياكم عن التسامح، ونسمع آراءكم ونشوف تجاربكم. التسامح هذا الشعور الجميل النبيل اللي يا رب ان كلنا نقدر نسويه، لنا تجارب فيه ولنا قصص سويناها وسامحنا وفي ناس سامحونا. فاليوم راح نتكلم عن هذا الموضوع، نسمع قصصكم وتجاربكم. تقدرون تشوفونا على شاهد، وتقدرون تشوفونا بعد على MBC راديوز وعلى حسابنا في تويتر، وتقدرون تتصلون ونسمع اتصالاتكم على 011-268-4488. طبعا رضو ما عرف تكتب رقم 2 بس مو مشكلة. اليوم العنوان والموضوع جميل، يا رب ان نقدر ان تكون حلقتنا مثل جمال هذا الموضوع اللي خلينا ناس جميلين، ناس راقين، ناس عايشين براحة بال، مشترين انفسنا، مشترين سعادتنا. لان عكس التسامح هو انك تصير شخص تحسب بالاخطاء وصدرك يصير مليان حقد ومليان رد اساءة، وتحفظ خطأ فلان وخطأ فلان. يا اخي اذا عبيت قلبك اخطاء الناس، الدنيا ما بتقدر تستانس فيها بعدين، بيصير زحمة، بيصير قلبك مليان. فاحسن لك تسامح عشان نفسك. بنطلع فاصل ونرجع لكم. رجعنا لكم مرة ثانية في وش بخاطرك، واليوم التسامح. نتكلم عن هذا الموضوع الجميل. التسامح قوة، التسامح مبدأ إنساني عظيم يعلمنا النبل والرقي، يرتقي بنا عن الحقد والعداء. التسامح مو بشيء نقدمه للناس ونتفضل فيه، التسامح نقدمه عشان راحة بالنا. بناخذ اتصال ومعنا وصايف. يا هلا يا وصايف. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله. معك وصايف من الشرقية. يا هلا يا وصايف. وصايف، وش بخاطرك عن التسامح؟ التسامح شيء حلو، شيء نرتقي به. صحيح، كوننا نسامح الأغلط علينا، كوننا نسامح لوجه الله. التسامح شيء حلو. لك قصة صايرة؟ نعم. أقول لك قصة صايرة تجربة؟ لا، يعني الواحد يعني إذا غلط علي مثلا صديقة، أحاول إني أسامحها، خلاص أطلع مثلا سامحتها لوجه الله. شكرا يا وصايف، يعطيك العافية. بس عندي طلب أخراجة. سمي. لو سمحتوا، متى إعادة برنامجكم؟ وأشكركم على البرنامج الراقي. يعطيك العافية. متى الإعادة؟ برنامج موضوع الحلقة الاستغلال فاتنا والله. لا موجود. يا ليت تخبرونا متى الإعادة. موجود. أو تسوون للبرنامج إعادة. سمعتوا يا MBC FM، الناس قاعدة تطالبكم بإعادة برنامجي. والله نبي إعادة برنامجك، والله برنامجك شيء راقي مرة. يعطيك العافية وصايف، شكرا. أنا من متابعين برنامجك بس فاتني الاستغلال، يا ليت إذا في إعادة. على راسي. البرنامج موجود في تويتر، كل المقاطع اللي كانت تتكلم عن الاستغلال. أطلب من الناس اللي صاروا بينهم بين أحد مشاكل إنهم يسامحونهم. طيب العافية. يصفون القلوب، لأن الدنيا والله ما تسوى أخراجه. صدقتي، صدق الدنيا ما تسوى. ما تسوى إن الواحد يتضايق ويزعل، كل واحد عزيز على نفسه. شكرا يا وصايف. انا ما ادري ليش تاثرت وصايف في الاخير، لكن عموما يا جماعه اي حد حاب يشوف الحلقات اللي راحت موجوده في تويتر كل المقاطع. في تمرين بقول لكم شلون تقدر تمرن نفسك انك تقدر تسامح. اختار شخص او موقف انت سببته، يعني ممكن تكون انت الشخص. اختار هذا الانسان، قرر انك تسامح هذا الشخص. جيبه قدامك وقرر انك تسامح. تخيل، طبعا مش ضروري انك تجيب النفس، يعني نفس هذا الشخص، لا، فقط تخيل. واول من تبدا في نفسك، لانك اذا قدرت تسامح نفسك راح تقدر تسامح الناس.
بعدين حط هذا الشخص قدامك في خيالك، قرر انك تسامحه. اطلق مشاعر التحامل السامة الموجودة في جسمك كلها، خلها تروح. خامس شيء، اسمح لمشاعر التسامح انها تدخل في كل خلايا جسمك، بعدها راح تصير انسان متسامح مع الكل. اذكركم ان موجودين على هاشتاج وش بخاطرك مع راجح، وما شاء الله الهاشتاج ترند الحين. بقرا تغريداتكم من هذا الهاشتاج، وهمني ايضا رايكم. برضه استقبل اتصالكم على 011-268-4488. ما راح تقدر تخلي التسامح عادة لك الا اذا عرفت ان مكاسبك من التسامح اعظم، والفائدة الاكبر من الانتقام وتجميع الاحقاد هي انك تعيش بحياة تعيسة. مخطئ من يظن ان التسامح انكسار وان الصمت هزيمة، فالتسامح يحتاج قوة اكبر من الانتقام، والصمت اقوى من الكلام. خلونا ناخذ اتصال نشوف من معنا. اهلا وسهلا. الو، يا هلا ومسهلا. السلام عليكم. سلام، من معي طال عمرك؟ معك هلا من جدة. هلا بك يا هلا. وش بخاطرك عن التسامح؟ والله التسامح شيء عظيم. الانسان المتصالح مع نفسه اساسا يحب كل شيء، يعني يتسامح في كل شيء. والطيب دائما ترى هو المتسامح. طيب شلون انا اقدر اصير متسامح؟ مو بأي واحد يقدر يصير كذا، صح؟ أكون متسامح، بس يعني في أشياء، يعني شو أقول لك، يعني أتسامح من الشخص أو أسامحه، بس صرت ما أتنازل دائما، مو دائما تنازلات. جميل. التسامح يعني لازم الواحد يحط حدود. جميل. يحط حدود أساس يجي التسامح. يجي التسامح يجي من القلب، مش تسامح كلام بس. جميل. هلا تقول أنا أتسامح بس ما أتنازل عن مبادئ بعض الأحيان وعن مواقف تصير معي عشان ما أصير إنسان سهل إن أحد يتجاوز علي، وهذا كلام جميل. تتبع زلات الآخرين تدل على عدم الرضا في داخل الإنسان، لذلك سامح حتى لو على حساب نفسك. لا تجلس تجمع في أخطاء الناس وزلات وفلان سوى فيني قبل 6 شهور وفلان سوى قبل 6 سنوات، كل هذه بتتعبك زيادة. الشافعي يقول لما عفوت ولم أحقد على أحد أرحت نفسي من هم العداوات، إني أحيي عدوي عند رؤيته لأدفع الشر عني بالتحيات. فاصلوا راجعي لكم. يا هلا ومسهلا في وش بخاطرك. اليوم موضوعنا عن التسامح. في هاشتاج وش بخاطرك مع راجح، جود المطيري تقول دع التسامح لغتك التي تخاطب بها الناس، ومنبرك الذي تواجههم فيه، وسيفك الذي تشهره عليهم. لا تدع غير التسامح يتسلل إليك، فهو قوة لا يستطيع الكل حملها وتحملها. اصرع بها عدوك وفاجئه، وصديقك واكسبه، وحبيبك واضمنه جنبك طول العمر. ما أدري ليش بدت فصحى وخربتها في الأخير. ساز تقول التسامح خلق عظيم، مهما كان الغلط من أي شخص دام اعتذر سامح، ذا بيبين فيك أنك شخص متسامح ومتساهل، وذا بيبين فيك طيبتك وحسن تربيتك. عائشة تقول تعود أن تحمل معك ممحاة لتمحو أخطاء من حولك، ليس لأجلهم فقط بل لتستمر حياتك هادئة وسعيدة، فكن دوما صاحب القلب الذي يمحو ويسامح. معنا منال، بنقول لها السلام عليكم. منال يا مرحبا. السلام عليكم. حياك، وش بخاطرك يا منال عن التسامح؟ صراحة الموضوع جميل وما أوفي أي كلمة عن الموضوع. يا مرحبا. التسامح مبدأ أخلاقي وديني قبل كل شيء. صحيح. والرابع الحقيقي هو اللي نام وهو مسامح الجميع. بس أي حد يقدر؟ لكن يصعب. أي حد يقدر يا منال ينام وهو مسامح الجميع؟ لا، قليل قليل وقليل كثير في هالزمن. صارت مشاكل تافهة جدا ما احنا قادرين نسامح، والظلم هو اللي ممكن ما تسامح عليه. يعني أنا ممكن أسامح عن كل شيء إلا الظلم. إيه، هذا وجهة نظري في التسامح. زين، منال تقول أني أنا ممكن أسامح عن أي شيء إلا الظلم. في أشياء ما نقدر نسامح فيها صراحة، يعني لا نكابر شوي، في أشياء إحنا ما نقدر نسامح فيها، نتمنى ولكن ما نقدر، ما في مجال إنك تسامح فيها. لكل واحد
شيء معين عنده مستحيل يتنازل عنه. فكل شخص أدرى بخطوطه الحمراء يعني. قد ما تقدر سامح مرة مرتين ثلاث أربع عشر عشرين عشان نفسك مو بعشان حد، لأن التسامح خلق ورقي وأسلوب حياة. النفوس الكبيرة وحدها تعرف كيف تسامح عشان تعيش سعيد. سامح وانسى ولا تحمل بقلبك، سامح وانسى من أساء إليك، كلنا عابرين في الحياة. في الهاشتاج بعد العنود تقول كن متسامحا وذا روح مسالمة، تتمنى الخير للآخرين كما تتمناه لنفسك. وعندنا بنت جهينة تقول عندما تعطي غيرك بداية جميلة حاول أن تعطيه معها نهاية أجمل، فأنت بالابتسامة التي يرسمها عندما يراك. يعني إذا قررت أنك تنهي علاقتك مع شخص خليك متسامح، خلي الذكرى طيبة بينك وبينه، لا تصير أكشر. وفي ناس إذا سامحت ودك أنه ما يسامح، يذل اللي سامحه ويذكر، ترى تذكر يوم ذاك ترى سامحتك ها؟ طب يا أخي لا تسامح، فك من شرك ابن حلال، يا سامح وانسى يا تعال جيبه قدامك وناقش وحط نقطة آخر السطر. معنا اتصال. ريم الفلا تقول من عاشر الناس بالمسامحة زاد استمتاعه بهم. بنطلع ونسمع راشد الفارس يقول اعتذر له. متراجع لكم، رجعنا لكم في وش بخاطرك. اليوم نتكلم عن التسامح. ما تقدر تعطي بدون حب، ولا تقدر تحب بدون تسامح. خلونا ناخذ اتصال نقول يا مرحبا. السلام عليكم. سلام ورحمة الله، أهلا أهلا. طيب لا مين معي؟ محمد الملك. يا هلا يا محمد. عندي فيديو سامح أمس يوم الثلاثاء، سامح أي ما أي أحد. لا تجيء أي أحد. أي أحد إيش؟ سامح. صح بطل يا محمد، أسامح أي أحد صح؟ أي أحد، لا تدور أي أحد يمكن يأتي من وراك يتكلم مع أي ناس، تعال تسامح وهذا مسامح كثير. يا سلام عليك أبو حميد، والله يا أبو حميد أنت بطل، شكرا لك يا محمد. محمد يقول بكل براءة سامح أي أحد. يليت قلبي مثل قلبك يا محمد. طيب معنا مين؟ يا مرحبا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. معك حنان من الرياض. أهلين يا حنان، وش بخاطرك يا حنان قولي. للأمانة يعني عندنا مشكلة من الناس ما في فرق عندها بين ضعف الشخصية والتسامح. الله، يعني كلام كبير. يعطي شخص فرصة أنه يعيد الغلط علي أكثر من مرة، هذا ما طيبة قلب، ما يسمى طيبة قلب. لأن في ناس ترضى على نفسها وتقلل من نفسها أكثر من مرة من مبدأ أنا طيبة، ولما تسألها ليش ترضى على نفسك هالموقف يتكرر عليك من نفس الزميل أو من نفس الفرد من العائلة، نقول مثلا أنا من طيبتي أسوي كذا، لا هذا مو طيبة. التسامح أقدر أسامح الجميع، بس مين يستاهل أن ينعطى فرصة؟ أم أب أخ، هذا يستاهل مليون فرصة. مهما كان أفراد العائلة خط أحمر ما يستثنون من جميع المشاكل. يا سلام عليك حنان. لكن كون تطلع للزمالة أو لأحد يعني من باب صلة رحم يهينك في مجلس أو يتكلم عليك بظلم من وراء ظهرك وأتنازل وأعرف وما أواجهه وأقول من طيبة قلبي، لا هذا للأسف غباء مو طيبة قلب. أيا كان الخطأ حنان، أني أسمح لك أو أني شخص متسامح ما يعني أني شخص ضعيف. هذه جميلة، يعني لازم نفرق. إذا أنا سامحتك ترى مو بضعف مني، أنا سامحتك عشان نفسي، أنا سامحتك عشان أعيش بحياة سعيدة، عشان ما أعيش وأنا حامل بقلبي أشياء بتخليني إنسان كئيب، ما بتخليني إنسان سعيد. فالهدف ترى أنا مو بنت، يعني في النهاية ترى الهدف أني أنا أصير شخص سعيد. الصفح عن الماضي لا يعني النسيان، ولكنه يصنع المستقبل. اصفحوا سامحوا عمن أساء إليكم لتعيشوا مستقبلا أجمل. الأشخاص اللي يسامحون من أساء لهم في الغالب هم أسعد من غيرهم،
لا تؤذي أي شخص ظلما مهما كان فيك من القوة ومهما كان فيك من الضعف أو كان فيه من الضعف. ستدور الأيام وتسقيك من الكأس الذي أسقيته منه. ستتمنى عندما تصيبك العقوبة أن ترى من ظلمت لتطلب منه المسامحة. لذلك قبل أن ندخل في المسامحة حاول أن قد ما تقدر ما تخطي على حد ولا تظلم حد. لا تنتظر يسامحك ولا تسامحه. خلونا نرجع الهاشتاج. الهاشتاج ما شاء الله مليان. عندنا عفاف تقول التسامح ليس ضعف إنما هو قوة وعزة وعبادة. وعندنا حساب ومكتوب اسمه يقول التسامح هو أن ترى جانبا إيجابيا في كل من حولك مهما يكن سلوكك معهم. وفي عندنا مزنة تقول فهم التسامح أنت تسامح لأنك تستحق أن تعيش بدون أعباء، ولا يعني التسامح أن يعود كل شيء كما كان. كلامها جميل مرة، خلوني أعلق عليه. تقول أنا يوم أسامح عشان نفسي عشان ما أعيش بدون هم وغم، مو معناته أني برجع على العلاقة القديمة وبتصير زي ما هي. بنطلع نسمع رفوف الذكريات مع ماجد المهندس وراجعي لكم. مرحبا ومسهلا في وش بخاطرك. اليوم نتكلم عن التسامح، بس اليوم نبغى نطلع من كلامنا بأن التسامح شعور نبيل جميل، ولكن لا تصير ضعيف أبدا. لا ترضى أنك تصير ضعيف من دافع وباب أنا متسامح مع الجميع. لا حبيبي، أنت خليك متسامح نعم، بس لا تصير ضعيف أبدا. لا تخلي الناس يعرفون أنك إنسان تبغى تصير متسامح ويستغلونها نقطة ضعف. خلونا نسوي ونفعل وخلونا نخطي عليه، خلونا نسوي أي شيء غلط فيه، لأن هذا إنسان متسامح مسكين. لا، متسامح قوي مو متسامح مسكين. لأنك تسامحهم دائما لا يشعرون بأخطائهم. شوفوا الكلام الكبير هذا. لأنك تسامحهم دائما ما يشعرون بأخطائهم، ولأنك تبادر دائما ينسون، ولأنك مهتم كثير يهملون. أحيانا صفاتك الجميلة هي سبب مشاكلك. والله كلام كبير. خلونا نأخذ اتصال. يا مرحبا ومسهلا. ألو. أهلا وسهلا. السلام عليكم. مرحبا أخ راجح. حياك. من معي؟ معك ملاك. يا ملاك قولي وش بخاطرك عن التسامح. التسامح يحتاج قوة أكبر من الانتقام. الله. كون إنك تسامح شخص أحسن من إنك تنتقم منه، مهما يكون الدنيا قصيرة. أخ راجح، صار لك تجربة ملاك؟ نعم. أقول صار لك تجربة يعني؟ تجارب كثيرة في الحياة. أكيد صار لي تجربة، أنا ما كلمتكم إلا صاير لي تجربة. طيب تقدرين تقولينها؟ بس التسامح خلق نبيل من الواحد. صحيح. خلق نبيل جدا. وش اسمه؟ شو اسمه؟ والتسامح شيء نبيل، بس إنه ما يوصل إن الواحد يظلم أحد. عاد إذا وصل للظلم هذا مستحيل أحد إنه يتسامح عنها ويتغاضى عنها. صحيح. شكرا لك يا ملاك. خلوني أذكركم يا جماعة برقم الاتصال 011268448888. الكل منا صاير له تجارب وصاير له قصص في التسامح، فاللي منكم صار له تجربة حيه الله يتصل ونسمع تجربته ونسولف معاه فيها. رغم أن تربيتنا كثير ربونا أهلنا على التسامح وأن المسامح كريم، إلا أن في نقاط بحياة كل إنسان ما يقدر يسامح فيها، وهذا اللي ذكرناه في بداية البرنامج. شكرا لكل من أخطأ بحقي يوما ما، شكرا لكل من أساء لي بقصد أو بغير قصد، شكرا لكل الكارهين والمحاربين، ولكن في النهاية أنا لازم أعيش بسلام. راح أنسى الناس هذولي كلهم وراح أنسى أخطائهم، لأن أنا لازم أعيش بسلام. خلونا نشوف الهاشتاج. هاشتاج وش بخاطرك مع راجح. ما شاء الله ما زال ترند ما شاء الله تبارك الله. ليال تقول التسامح لا يصدر إلا من قلب صادق ونقي، وهو لغة راقية من أعظم درجات ولغات جمال الخلق. ليس كل قلب يملكه أو يستطيع أن يسامح لأنه فطرة قلب صاحبه. حنان تقول الضعيف لا يمكن أن يسامح، فالتسامح من صفات الأقوياء.
لكن يا حنان أحيان ناس كثير ما تفهم هذا الشيء، يعني ما تفهم أني أنا يوم أني أصير متسامح معك أني أنا إنسان قوي مو بإنسان ضعيف. فأحيانا نضطر أن ما نتسامح معهم عشان نثبت لهم أن حنا ناس مو ضعيفين، بس هذه مشكلة. يعني علي يقول اكتب الإساءة على الرمال عسى رياح التسامح تمحيها، وانحت المعروف على الصخر حيث لا يمكن لأشد ريح أن تمحيها. عائشة تقول أن مفهوم التسامح أو العفو من المفاهيم التي تدعو إلى بناء المجتمع الفاضل. والشاعرة تقول الشاعر الحارثي تقول إذا في شخص شايل في خاطرك عليه وزعلان منه ومقاطعة وجاك في يوم يطلب السماح لأنه غلطان بحقك، إياك أن ترده. سامح، مو شرط ترجع زي أول، لكن سامح لوجه الله، لأنه ما راح تستفيد شيء من هذا الموضوع غير الحقد. زين، في أطراف في التسامح يا جماعة، فيه واحد غلطان واحد يعني واحد مخطي واحد مخطئ عليه. في ناس بينهم إما يكونون وجيه خير على ما قالوا ولا وجيه شر. في ناس يحثون على التسامح، هذول من أجمل الناس اللي يجون بين الناس المتزاعلين يحاولون يصلحون بينهم، يحاولون هذا يسامح وذا يقبل، يحاولون هذا يعتذر وهذا يقبل. هذول الناس اللي يبنون القيم الطيبة في المجتمعات، وهذول اللي ربي يكثرهم. وفي العكس، في ناس يعني أنا أعرف واحد من أصدقائي أي موقف يصير له يحب يشاور، يعني مثلا يتصل علي راجح صار معي كذا إيش رأيك بلاش أسوي، فهذا هنا دوري أنا أكبر من الاثنين كلهم، يعني أقدر أقول له اسمع أنت بتسامح ترى يا أخي والله ما يستاهل، وأقدر أقول يا رجال الدنيا بسيطة سامحه وخلك صدرك وسيع والأمور طيب لا تشيل بقلبك ولا شيء. فالأطراف اللي يجون في النص هذول هم اللي ممكن يا يخلون الموضوع طيب يا يصير موضوع مو طيب، يا يبنون مجتمع يا يهدمون مجتمع. عندنا في الهاشتاج ما زلنا نقرأ منه سراب تقول ولا برضى بعذر ولا بسامح، وهذه مرة ناوية شر. جود المطيري تقول روض قلبك على التسامح على التغافل، دعه يرى الأشياء من زوايا أخرى، يبتعد عن سوء الظن، لا يتعب نفسه بتتبع الثغرات. في روابط أتوقع بين التسامح والتغافل. أنا إذا تغافلت عن شيء معناته كأني ما شفته، معناته كأنه ما صار، معناته الشخص اللي قدامي يعتقد أني ما أدري، فأنا كذا سامحته هو ما يدري أصلا. ناخذ اتصال. مرحبا. طيب واضح أنه راح بيرجع لنا. عندنا ريمة تقول العفو والتسامح صفة جميلة لا ما يقدر عليها إلا الشهم القوي. زين، كلنا نقدر نرد الإساءة ونحقد، لكن هل كلنا نقدر نسامح؟ وإذا سامحت أنسى ولا أجلس أذكر شخص سامحته بالموضوع وأقول له تذكر يوم سامحتك وترك سويت كذا؟ لا، أنا إذا سامحت خلاص أحط نقطة وأبدأ حياة جديدة. لا تتوقف عند كل موقف مهما كان الخطأ في حقك، سامح تابع طريقك. بنطلع نسمع صغالة ونرجع لكم، ترى ماني مسامحكم إذا رحتوا، خلوكم قريب. يا هلا ومسهلا فيكم، اليوم نتكلم عن التسامح في وش بخاطرك. ومن باب التسامح رضوى جنبي قبل شوية تقول أنت تكلمت وناديت المعد، فأنا أطلب منها نتسامحني وإن شاء الله ما أكرر هذا الخطأ، محسوبكم جديد في الإذاعة وكذا، يعني ادعموا المذيعين الجديدين. تعامل مع الجميع بإيجابية، ناقش ولا تجادل، إذا أساء أحد في حقك فهو يمثل أسلوبه. هناك من يستحقون التسامح لأجلهم وهناك من يستحقون التسامح لأجلك. منهم الناس اللي أنت واجب تحملهم مشاعر وواجب تحبهم واجب تقدرهم، هذول اللي يستحقون التسامح لأجلهم، مثل أبوك أمك أخوك الشخص اللي يقرب لك اللي أنت مجبور أنك تحبه، مو مجبور أنك تعامل باحترام، مجبور تحبه، فهذا لازم تسامحه عشانه. وفي شخص لازم تسامحه عشان نفسك، الناس اللي عابرين في حياتنا، الناس اللي تعرفنا عليهم في الدنيا وطلعوا مو بقد الهقوة، الناس اللي أخطوا علينا وحنا نقدر نرد الخطأ ولكن لأننا كبار ولأننا أقوياء فقررنا نسامحهم عشان أنفسنا. في ناس نعرفهم في حياتنا يا أخي غريبين صراحة، يعني واصل مرحلة من التسامح أنك تقول يا أخي أنت كيف عايش؟ أنت ما في حد قد أخطأ عليك؟ ما تعرف تهاوش؟ ما تعرف تصير؟ ما أعرف كيف عايش صراحة. أنا أتمنى أوصل هذه المرحلة شخصيا صراحة.
أنا أتوقع أن الكل منكم مر بتجربة وشاف الفرق بينه وبين الشخص المتسامح. يعني ممكن يصير لك موقف وتكلم واحد تقول لي أخي والله صار معي كذا وكذا، ما كيف أسامحه، وتسمع قصته هو تلقاه صاير فيه مصايب الدنيا تلقاه مسامح. أنت عارف ليش؟ لأنه يعيش بسلام. تعرفون اليابانيين والصينيين اللي يحطون يدينهم كذا تحت الموية والشلال يصب من فوقهم، هذا تمرين ما أدري يسمونه يوغا ولا إيش سالفته. فأتوقع أن فيه تمرين للتسامح كذا يخلي كل الأخطاء تمر قدامك بدون ما تتنرفز، بدون ما صدرك يصير فيه غل، بدون ما تحقد، بدون ما تسوي أي شيء. خلاص أنا مسامح، مسامع عشان مين؟ مسامع عشان نفسي. أذكركم برقم الاتصال 011-268-4488 ومعنا اتصال ونقول حياك الله. يا مرحبا حبيبي. أهلا وسهلا. يا موضوعك يا راجح بسم الله عليك، يغلي في الصدر، والله يغلي في الصدر. ما نبي يغلي، نبغاك تشيل اللي في صدرك كله وترمي. والله بقول اللي في صدري، بس انا ابغى جواب منك. تمام، اول شيء ايش اسمك؟ المتصلين وش اسمك؟ ابو ماجد ايه، عشان لو قلت اسمي لان اعرف كثير قاعدين يسمعون. طيب والشخص يا ابو ماجد المقصود انا متاكد انه جالس يسمع. طيب لا تقول يا ابو ماجد، قول لي القصه بس. اذا سامحت شخص وتمادى برضه مو مستوعب انه ابو ماجد مسامح، ايش الحل في هذا الموقف؟ طيب ابو ماجد انت سامحت عشان مين؟ لان صلة الرحم، لانها امي الثانيه انا اعتبرها تقريبا. ربتني وانا صغير، زواج بناتها ما عيالها ما قاموا زي ما انا ما قمت فيهم. جميل. طيب ابو ماجد تمام اسمع سم عدوك يسم. في يوم من الأيام انضرب ولدهم تمام، اللي هو ولد عمتي انضرب، حطت اللوم كله علي أنا وأخوي، قالت أنت اللي ضربتوه، أنت اللي كسرت رجوله، وإحنا لما ننضرب رحنا بنوقف بنفزع له تمام. قالوا لنا أنتوا هذا الكلام صار بعد ما خلال السنتين اللي راحت ثلاث بناتها أنا وقفت وقفة أخواتي في الزواج، أمي كانت منومة في المستشفى وأقول هذول يا أخواتي يا يمة، أنا بروح أوقف معهم في الزواج، أغلق الزواج وأرجع لك تمام. جميل. يروحون يوم فرحنا يوم زواجنا أنا وأخوي اللي وقفنا معاهم يقولون لا أنتوا ضربتوا ولدنا، مستحيل نجيكم، انتوا سويتوا فعلتوا. طب انتوا ما شفتوا ايش سوينا لكم احنا؟ والمشكله مو هنا، المشكله مو احنا اللي ضربنا عيالها زي. تمام ابو ماجد، واضح انه مر بتجربه مره كبيره، ولكن بقول لك شيء ابو ماجد، انت اذا قدمت شيء واذا سامحت فانت تسامح عشان نفسك، وانت تقدم شيء عشان نفسك، لا تنتظر رد ابدا، سواء في العطاء أو في المسامحة عمرك لا تنتظر رد، لأنك إذا انتظرت رد من أي حد وما جاك معناته أنك راح توقف هذه الصفة الطيبة اللي فيك، وهذا المبدأ مو طيب أبدا. إذا أنت سامحت وترى أن هذا الإنسان في مقام والدتك اللي هي عمتك على قولتك، فلا تنتظر منها شيء إلى آخر لحظة في عمرك، سامح حتى لو أخطت عليك، طالما أنها في مقام أمك سامح. بنطلع فاصل ونرجع لكم بعد الفاصل مكملين في التسامح، هذه الصفة العظيمة اللي أتوقع أن كلكم تملكونها، ولكن ما ندري متى نستخدمها ومتى وقتها المناسب. نطلع ونرجع لكم. وش بخاطرك اليوم؟ نتكلم عن التسامح. التسامح هذا الشعور الجميل اللي يا رب أننا نمتلكه كلنا، لكن في ناس يستغلون التسامح ويعرفون أنك إنسان طيب وتحب تصير متساهل مع الناس وتسامحهم، ولكن أنت مو بس تسامح، لا أنت تعدى المرحلة أنك تبدأ تراضي. يعني أنت المخطأ عليك وأنت المفروض تسامح، أنت صرت تراضي لأن الشخص اللي قدامك حسسك وأنت مخطأ عليك أنك مخطي. فإذا وصلت لهذه المرحلة وقف شوي، الله يرحم والدينك، وراجع نفسك. في هاشتاج وش بخاطرك مع راجح، هيبة حكي تقول مو الكل ينفع معاه التسامح،
أحيانا تحتاج تأخذ حقك وتعاقب الشخص اللي أساء لك لأنها ما كانت له الأولى، غلط مرة وثنتين وثلاث، هنا ردة الفعل ضروري تكون تأديب. عائشة تقول: تذكر أن الصفح عن الآخرين هو أول خطوة للصفح عن أنفسنا، وأنه يمكننا أن نتسامح مع الآخر حينما فقط نتخلى عن اعتقادنا بأننا الضحايا. زين، حدي نظر تقول: كم أكره نفسي عندما أتصرف وكأني بلا عقل في لحظة غضب، أكره عصبيتي التي طالما أوقعتني في الإحراج مع من أحمل لهم في قلبي مكانة عالية من الود والاحترام والتقدير. ما أعرف إيش قصده هنا، ولكن التسامح برضه جيد. الأسماء تقول: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. التسامح صفة جميلة من صفات الرسول عليه الصلاة والسلام. بنطلع فاصل وراجعي لكم بعد الفاصل ومكملين عن التسامح. يا هلا ومسهلا في وش بخاطرك. لا تعطي كثيرا ولا تحب كثيرا ولا تثق كثيرا، لا تسامح كثيرا ولا تطلب من أحدهم تبريرا، فهناك قلوب كلما أعطيتها الكثير تنمرت كثيرا وأنكرت كثيرا وانقلب الكثير عندها يسير. كن معتدلا في عطائك، ثقتك، حبك، سماحتك، فليست كل القلوب مثل قلبك، ولا تظن أن هناك أحدهم دائم، فلا دائم إلا الله. اللغة اليوم مضروبة عندي، بس تسامحوا معي اليوم مو مشكلة. قد يرى البعض أن التسامح انكسار، ولكنهم لا يعرفون أن التسامح يحتاج قوة أكبر من الانتقام. فاعفو وسامح واصفح وعش برضا. معنا أبو ماجد. يا هلا يا أبو ماجد. يا مرحبا، هلا بك. الله يحفظك. وش بخاطرك عن التسامح اليوم؟ صراحة نشوف التسامح هو والعفو هي صفتين مشتركة لازم تكون. وهي أصلا لمصلحتك أولا، يعني أنت يوم تعفو وتسامح أن تطلق هذا الموضوع تخرج منك. طيب أبو ماجد، أعرف عليه دقيقة، أنت بعفو لله، أنت اعفو عنه في صدرك، لكن لازم يعني تضع حدود للأمور هذه، يعني مثلا الهواش أو تضع حد للأمر الغلط، لكن مو معناته أنك ما عفيت عنه، يعني لازم المعادلة هذه، لأن بعض البشر مثل ما قلت أنت اشتغلت أنك متسامح معه، لا أنت لا تسامح، لا تخلي اقطع علاقتك فيه، لكن اعفو عنه وسامحه لك وله، مو لازم تقول له. كلامنا جميل أبو ماجد، لكن إذا جينا في الواقع أبو ماجد أخطأ عليك أخوك أو ولد عمك، بتسامحه على طول ولا بتجلس؟ لا، الصدق نبي الصدق. الصدق حسب الموقف حسب الموضوع، بس مثل أخوك هذا ما يعني مالك إلا خشمك لو عوج يقولون، ولا شكرا يعني في علاقات ما تقدر تنقطع عنها. هذا اللي قاعدين نقوله، كنترول معك، هذا اللي قاعدين نقوله. أستاذ ريا نبيه، أقول تحية الكنترول أستاذ ريا معك. شكرا، واضح انك مضيع مدري مين ريا، بس شكرا لك ابو ماجد. سامح الاخرين ليس لانهم يستحقون المسامحه، لكن لانك انت تستحق السلام. عيش بسلام. في صفه حلوه لو صارت موجوده عندك ما تحتاج تسامح، اللي هي النسيان. يا حظ الواحد اللي ينسى، تعرفون اللي يقولك حط راسه على المخده ما يذكر ايش صار في تفاصيل اليوم، هذا ما يحتاج يسامح لان اصلا ما يذكر. فأبشركم أن أخوكم في الله ناسي كل شيء، يعني اللي بيتهاوش معي ترون أموره طيبة، بنسى ثاني يوم. سامح حتى لو أخطأ أحد في حقك، اترك شيئا جميلا خلفك، الشيء الجميل والمسامحة هي اللي تبقى بعد غياب الشخص حتى لو كان ما يستحق، لأنك تسوي هذا الشيء لأخلاقك ولتربيتك. معنا اتصال. يا هلا ومسهلا، هلا بك. أضحك معك والهم بالقلب خافيك، الله واجتهد الناصر لي طلابه. الله الله، حياك. طبعا كالعادة هذا المتصل يتصل في كل حلقة ويغني، سمعنا صوت الجميل يروح، لكن نقول صح صوتك. بنطلع نسمع رابح، رابح العظيم، نرجع لكم. هلا ومسهلا في وش بخاطرك. اليوم نتكلم عن التسامح. خلوني أذكركم برقم الاتصال 011-268-4488. تدرون
إذا أخطأ علينا واحد وش نسوي؟ أول ما نفكر في التسامح على طول يجي في بالنا الخطأ وقديش كان كبير، ويجي في بالنا هذا الشخص اللي أذانا، ونبدأ في تصور هذا الشخص بتصور سيء. قبل هذه اللحظة خليك سريع، قرر أنك تسامح على طول، لا تفكر وتحلل وتحسبها وتجمع وتطرح. الدنيا قصيرة يا أخي، والله الدنيا قصيرة، ما تسوى أن نقضيها في تجميع أخطاء الناس. لو بجلس أجمع فلان أخطأ علي الساعة 6 و 7 و 5 دقيقة، الساعة 7 يوم الجمعة أخطأ علي فلان، ما بتتعب، والله بتتعب. أنا ما أقول خليك إنسان، معلش على المصطلح، فاغر كل واحد يخطئ عليك، لا، خليك إنسان قوي، بس خليك متسامح. يعني خلي اللي قدامك يعرف أنك إنسان متسامح، بس إنسان قوي يا حبيبي، ما يمر عليك شيء، إنسان ذكي فاهم اللي قاعد يصير، بس أنت تمشي الدنيا بكيفك، تمشي الدنيا بمزاجك. معنا اتصال، ناخذ اتصال. يا مرحبا ومسهلا. مساء الخير. حياك الله. الله حيك، معك نورة من الطايف. يا هلا يا نورة. نورة، وش بخاطرك عن التسامح؟ شوف، أنا قبل ما كنت أسامح كنت أقول لا والله ما أسامح، ومتعب نفسي. حاليا قلت خلاص، يعني مسامح كريم، فأنا أسامح لكن ما أنسى، عمري ما رح أنسى، بس أسامح. ليش ما تنسين؟ عشان لو نفس الخطأ أنا أكون واعية وأكون عارفة إنه يا نورة لا، هنا أنتي هذا الخطأ جاك زمان، تعلمت منه، لا تحاولي تخطئين مرة ثانية. فهذه هي الحكمة اللي أنا ما أنسى. جميل، شكرا لك نورة. بس يا جماعة ليش ما ننسى؟ هو جيد إنك ما تنسى اللي يخطأ عليك عشان ما يكررها مرة ثانية، وتحفظ شكله وتحفظ اسمه. طيب إذا سويت داتا في مخك بالناس السيئين وش تستفيد؟ خليهم يولون يا أخي، شايل هم إنك بتنسى، ما راح تنسى، بس لا تحفظه، يعني لا تسجل عندك فلان الفلاني من مدينة كذا وفلان الفلاني عرفته من، لا لا انسى، والله انسى ترتاح. والله عشان كذا جيت تنام لا تجي تفكر وش صار في اليوم كامل، فلان وش سوى معي، انا وش صار. حتى نفسك احيانا انت تخطي على نفسك وتجي تعاقبها وتحاسبها، وقتها خلص معها، اجلس مع جلسة مصارحة نفسك، حاسبها وانسى، خلاص سامحتها في هذا الوقت، اعطتها فرصة، انسى، لا تفكر ولا تسجل، لأنك لو بتجلس تسجل والله بتتعب نفسيا. مرحبا، حياك، أهلا يا الحبيب. السلام عليكم. مسرح شكلك. لا بس تأخر اتصال. طيب حياك، من معي؟ الله يحييك، معك سليمان. سليمان، سليمان وش بخاطرك عن التسامح؟ التسامح سلاح ذو حدين. شلون؟ هو على حسب الشخص اللي أخطأ. إذا أنا حسيت إنه متعمد أو دخل في مرحلة الاستغفاء تعدى حدوده، هنا لا، أنا ممكن أسامح بس صفحة وانطوت، هو بخير وبشر، يعني ما أحاول إني أرجع مرة ثانية. جميل، يعني انت تسامح لكن ولا تفكر ترجع، ما في النهاية انت سامحت، يعني هو النهاية صفحة وانطوت. جميل، لكن اذا عادها مرة ثانية لا، او اذا حسيت انه اخطأ بالفعل بدون قصد، هنا تبين، مع الايام راح يبين. جميل، لكن في النهاية صفحة وانطوت وكمل حياتك. جميل سليمان، كلامك جميل جدا، والمبدأ حصل اللي هو التسامح صار، وهذا اللي احنا نبيه، ونحاول قد ما نقدر ان نخليه موجود بيننا. على فكرة مثل هذه الصفات يا جماعة اذا صارت بيننا، بيني انا وانت وانت وانتي، احنا مجتمع، فاذا صارت بيننا هذه الصفات الجميلة صرنا مجتمع راقي، مجتمع سامي. بنطلع فاصل، وقبل ما نطلع في قصة جميلة، قصة مديرة مدرسة مع البطاطا، البطاطا اللي هي البطاطس، بس أنا من أول أحاول أقول بطاطس ما مشت معي. بعد الفاصل بقول لكم. يا هلا ومسهلا في الساعة الأخيرة من وش بخاطرك اليوم، كان موضوعنا وما زال التسامح. خلوني أذكركم برقم الاتصال 011-268-4488. بقول لكم قصة مديرة المدرسة. مديرة المدرسة جات عند الطالبات وقالت لهم كل واحدة منكم تجيب بطاطس، تعرفون البطاطس،
وتنحت عليه اسم شخص تكرهه، شخص مو براضي تسامحه أبدا. إذا كان شخص شخصين، كل واحد يجيب عدد بطاطس على عدد الأشخاص اللي أنت تكرههم ومستحيل تسامحهم. جو اليوم الثاني، طالبات كل واحدة معها كيس اللي فيه بطاطس، واللي فيها حبة بطاطس، واللي فيها ثنتين، واللي فيها ثلاث، كل واحد على حسب عدد الأشخاص اللي يكرههم ومستحيل يسامحهم. كل واحدة كاتبة اسم واحدة في حبة البطاطس. قالت لهم المديرة خلاص خلوا كيس البطاطس معكم وين ما تروحون وين ما تجون، موعدنا إن شاء الله بعد أسبوع. طلعوا الطالبات من المدرسة وراحوا بيوتهم وصار البطاطس معهم، إذا طلعوا من البيت يأخذونه، إذا راحوا مشوار يأخذونه معهم 24 ساعة. عد اليوم الأول، عد اليوم الثاني، اليوم الثالث البطاطس صارت ريحته سيئة خرب، فصارت ريحته مزعجة جدا للي معه هذا الكيس. اللي معه حبة صار بالنسبة له الريحة مزعجة، واللي معه حبتين وثلاث صار فيه حاجتين، ان الكيس ثقيل والكيس مزعج ريحته سيئة. اليوم الثالث الرابع الخامس ما صدقوا على الله ان الاسبوع ينتهي ورجعوا للمدرسة ما راح يكررون هذه التجربة. فيوم رجعوا المدرسة قالوا المديرة اللي صار معنا كذا وكذا وكذا. فقالت لهم المديرة تعاملكم مع الأشخاص وكرهكم لهم وعدم مسامحتكم لهم يخليكم تحملون في قلوبكم الحقد والغل، وكيف تقدر ترد رساءة، وكيف تقدر انك تعاقب هذا الشخص. الأشياء هذه اللي انت حملتها قلبك نتيجتها هم وغم ونكد وطفش وتخرب عليك حياتك. عشان كذا أبدا لا تسمح لقلبك أن يحمل حقد على شخص أو كره له. إذا أنت ترى أنه ما يستحق فليش تخليه في قلبك يا أخي؟ لا تخلي لا هو ولا ذكراه في قلبك. نأخذ اتصال عشان أقول لكم في الأخير أنه وش في خاطري. يا مرحبا. مساك الله بخير. يا هلا يا هلا، من معي؟ محمود من شاء الله يطول عمرك. يا هلا يا محمود. محمود وش بخاطرك يا محمود؟ والله عن التسامح كثير. أنا اللي بخاطري عنك أنت دائما يا أخي الكريم تثقفنا وتعلمنا، والله ما هو تواضع ولا هو تفضيل لك بقدر ما هو اعتراف بمواضيعك الثرية، هذه قالها كل من سبقني يا أخوي. يا حبيبي على راسي والله. الله يحفظك أخوي. التسامح يا أخوي سمة عظيمة علينا جميعا أن نتحلى بها لأنها صفة جميلة، وخير ذلك يعني ديننا الحنيف الله يحفظه حثنا على أن نكون متسامحون مع أنفسنا أولا ثم مع الآخرين. فديننا دين التسامح، ولغة لغة يتقنها من يملك العقل الراجح. جاءت الآية والعافين عن الناس، العفو خير الكريم والصفح لا يجدها إلا من يرجو من ورائه عفو ربه وصفاء قلبه. جميل، شكرا شكرا لك يا محمود على هذه الكلمات الطيبة. الكلام في التسامح جميل صراحة، بس يا ليت يا جماعة والله إن يعني نتعاون مع بعض ونقول لبعض خلونا نطبق هذا الشيء في الواقع، لأن الواقع يختلف عن الكلام التنظيري اللي احنا نقوله. التسامح من الصفات الطيبة ويا ليت كل واحد يقدر يسويه، بس إذا جينا في المواقف يشتغل الشيطان. لعل أكبر مثال لنا الرسول صلى الله عليه وسلم اللي تعرض لأذى كثير، وتعرفون المواقف اللي صارت معه كثير، ومع ذلك أعظم مثال لنا في التسامح الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء مع قومه في مكة أو مع العرب اللي كان يقابلهم. فالصفات العظيمة هذه تصنع منا أشخاص عظماء، والأشخاص العظماء يصنعون مجتمعات عظيمة. لأن تأكد كل واحد عايش معنا في هذا المجتمع راح يرجع علينا يعني صفاته بشكل مباشر أو غير مباشر. في نهاية هذا البرنامج أنا شخصيا أقول باسمي أنا مسامح أي واحد أخطأ علي سواء بقصد أو بغير قصد، وأحب أقول له أنا سامحتك والله مو بعشانك، إن شاء الله أنك تستحق أو ما تستحق، ولكن أنا سامحتك عشان نفسي، لأني مضطر أني أسامحك عشان أعيش حياة جميلة، أعيش حياة سعيدة. يعني في السوشيال ميديا فتحت بوابات لبعض الأخطاء، بعض التعليقات السلبية، يعني الناس ما كانوا يقدرون يقولونها قبل بشكل مباشر، ولكن لعل الحسابات الوهمية هذه أعطت مجال الناس تخطي كثير. ولكن هذا يخليني ويخلي أشخاص كثير مثلي نصير مجبورين نسامح عشان نقدر نعطي، نقدر نبدع، نقدر نعيش،
نقدر نستانس، لأن لو بجلس أشوف أخطاء الناس وكلامهم وتعليقاتهم أنا أو أي شخص ثاني، يعني أشوفها بتفاصيلها وش قصدي، ليش قصدي كذا، ليش يقول عني كذا، ما راح أقدر أستمر في الحياة ولا راح أقدر أستمر في نجاحاتي إذا كنت أنا أبغاها. لذلك أنا مرة مسامح كل واحد إلا واحد سلفته وما رجعت، أني ما راح أسامحك أبدا. في نهاية البرنامج شكرا للMBC على هذه الفرصة الطيبة، وإن شاء الله نكون حققنا يعني الهدف الدقيق من البرنامج اللي هو أن نسولف معكم ونفضفض حنا وياكم عن أي موضوع كان، سواء الأسبوع هذا أو الجاي أو اللي قبله. أشكر أبو بكر يسمعنا فوق، وأشكر رضوى، شكرا لك رضوى، صح أنا جبت العيد فيك اليوم بس مو مشكلة، أوعدكني أنضبط إن شاء الله. شكرا عبد الوهاب ما قصر، شكرا يوسف. أنا صراحة في خاطري شيء هو اللي بختم فيه الحلقة. إذا سبب لك أحد أذى، أنت عندك خيار، عندك خيار أنك تزعل وتحقد وتفكر في الانتقام، أو أنك تسامح وتصفح وتمشي في طريقك. من اللي فينا ما تأثر بتصرفات أو كلام الناس؟ من اللي فينا ما تعرض للأذى النفسي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، بقصد أو بغير قصد؟ على فكرة ترى الشخص اللي أذاك ممكن يكون أصلا نساك، يعني نسى هو شو سوى فيك، نسى الكلام اللي قال لك، وانت للحين مضيق صدرك وعايش وانت تحمل بصدرك غل وحقد. يا أخي سامح، والله سامح عشانك مو بعشانك. وش تتوقع من قلبك إذا أنت مخليه مخزن للحقد والغل ومخليه مكتب خطط رد الإساءة؟ تتوقع يعيشك بحب؟ مستحيل. أنت لازم تسامح عشان يصير قلبك نظيف. أنت لازم تسامح، ليش؟ لأن التسامح يجيب لك الشعور بالراحة اللي تساعدك على الاستمرار في الحياة بسلام. سامح من أذاك وانسى. أنا ما أقول لا تنسى، والله انسى، انسى عشان تعيش مبسوط. كل منا له تجربة، وكل منا له زاوية قاعد يشوف فيها الدنيا والتسامح والأشياء هذه، ولكن في الأخير سامح وانسى وعيش بسلام.